الأسواق على شكل مسحوق، ويمكن بكل ثقة بنلاقي إن في وقاية من مرض مهم جدا زي الأسرقبوط. الأسرقبوط ده يمكن بنلاقي إنه تناوله بشكل منتظم لمدة 3 شهور باستفادت منه إحدى الشركات الأدوية، وطبعا منها طبعا اللي بتحمل اسم جوافة. هنلاقي انه البذور في حد ذاتها، القشر لوحده، كل حاجة في الجوافة ليها فايدة قوية جدا ومهمة. لما بنتكلم عن الجوافة هنلاقي انه الجوافة بتعتبر نبات خالي من البذور، نوع من انواع الاستحداث والاساليب الحديثة في الزراعة، بيحتفظ بكامل عناصره من الاملاح والفيتامينات، ومهم جدا بنوعه العاجي اللون الاصفر الغامق اللي فيه. هنقول جميعها بتحمل نفس الخصائص الغنية بالفوسفور والحديد والبوتاسيوم وغيرها من الفوائد. لما بنتكلم عن الجوافة، الجوافة الحقيقة الطريقة بتاعتها بتقطع لقطع صغيرة، بيمكن التخلص من قلبها اللي بيحتوي على بذور، بنحطه في الخلاط الكهربائي مع مية مع لبن، بنضيفه لقطع صغيرة مع السكر والليمون اللي بيتخلط، ونعبي العصير ده في إناء زجاجي وبنحطه في التلاجة عشان يكون جاهز لأفراد الأسرة، وطبعا يكون يعني متلج كده ومشبر وطازة وفريش. الجوافة ليها فوائد صحية كتيرة جدا على جسم الإنسان، من أهمها إنها فيها نسبة كبيرة من فيتامين A، ويمكن ده اللي ذكرناه. كمان هي من أغنى الأصناف بفيتامين C، وطبعا أشار خبراء التغذية إنه في فوائد علاجية وصحية كتيرة فيها، منها طبعا إن نزلات البرد مقاومة لأعراض البرد عند الأطفال وعلاج السعال، الوقاية من مرض الإسكربوت، وكمان مادة طبية قابلة لمعالجة للجروح وآلام الأسنان. استخدام كمان لحق شجر الجوافة في الدباغة ودباغة الجلود والمواد اللي فيها صبغة يمكن مهم جدا، عشان كده دايما لحق شجر الجوافة بتحمي الجسم من خطر السرطان وأمراض القلب. هل لما بنتكلم كمان عن الناس اللي بتعاني من إمساك، ناس كتير جدا بتعاني من إمساك، بنلاقي في الجوافة فايدة قوية جدا لمعالجة الإمساك. الحقيقة كمان مهمة جدا للمرأة الحامل، وبينصح دايما في بداية سن البلوغ انه يتم تناول الجوافة بقدر كافي. كمان فيها نسبة من السكريات تعتبر منخفضة الى حد كبير في ثمار الجوافة، وده الامر اللي يمكن يخلي مرضى السكر شوية بيبقى ملائم ليهم هذه الثمرة. دايما بينصحونا بعدم تقشيرها والاكتفاء بتنظيفها جيدا، لانه القشره في حد ذاتها فيها فوائد قويه جدا. محتويات بقى الجوافه، المحتويات بتاعتها بنقول ان فيها فيتامين A، وده مصدر غني جدا، كمان فيها فيتامين C والالياف والكاروتينات، وكمان فيها الدهون والبروتين قليل بنسبه 1%. هنقول طب الفوائد والاستعمالات الخاصه بالجوافه. الحقيقة الفوائد والاستخدامات الخاصة بالجوافة هنقول انها مذاقها خاص جدا، غنية جدا من اغنى الاصناف اللي ممكن ان تكون غنية بفيتامين سي، كمان فيها فيتامين اي وانواع الكاروتينات اللي فيها، كمان تحتوي على الكاروبين او كمان الليكوبين من انواع الغذاء المضاد للاكسده، واللي بتحمي الجسم من خطر السرطان وامراض القلب. جوافه غنيه بفيتامين سي اللي بينصح بتناوله في بدايه سن البلوغ، وكمان الناس اللي بتعاني من امساك فيها بوتاسيوم فيها حديد، مهم جدا ان احنا نتعرف على المحتويات دي. طريقة استهلاك الجوافة ازاي؟ يمكن الجوافة مشهورة بعصيرها ومسحوقها اللي بيضاف للبوظة يعني الايس كريم، وبيستعمل في عدة وصفات لصناعة الحلويات، واطيب انواعها بيبقى لونه اصفر، وطبعا ينصح بعدم اكل الجوافة الخضراء لان قشرتها بتحتوي على سموم ما قبل النضج، لسه الثمرة دي ما وصلتش لمرحلة النضوج الكافي. بحطها في الثلاجة بحفظها من موسم للاخر في الفريزر. عصير الجوافة بيبقى مليان بالاملاح المعدنية المفيدة للجسم، بشرط ان يكون من غير بذور، لان البذور دي احنا عارفين ان بتعمل مشاكل في الهضم، وكمان قشرتها الخارجيه تحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامينات الداخليه. هنقول لو اتغلت الاوراق بتاعت الجوافه في حد ذاتها واتشربت للناس اللي بتعاني من امراض في الجهاز التنفسي والحنجره مشاكل فيها، بتنقي الحنجره بتنقيها، ومهمه جدا لهذه الامراض للشفاء منها.
خبراء التغذية أشاروا إن الجوافة فيها فوائد علاجية وصحية كثيرة، من أهمها نزلات البرد، الوقاية من مرض الإسكربوت، الوقاية طبعا من آلام الأسنان، ومعالجة الجروح الخاصة بالأسنان. في لحاء الشجر زي ما ذكرنا شجر الجوافة، في صبغة بيصبغ بيها الجلود، كمان بينصح بيها الناس اللي بتعاني من الإمساك، وأيضا الناس اللي عايزة تعمل حماية من مرض السرطان. في خلال دراسة الحقيقة أجرتها دكتورة منال رمضان أستاذ بقسم الكيمياء مكسبات الطعم والريحة بالمركز القومي للبحوث، توصلت إن مستخلص ورق الجوافة بيحتوي العديد من العناصر والمركبات الفعالة، واللي بتلعب دور مهم كمضاد للأكسدة والمركبات العضوية الطيارة زي مركب الباسينول، والحقيقة كمان السايمول. بيحتوي نسبة عالية من مركبات الباولي فاينولات، والحقيقة المعروفة بدورها فعال كمضاد للأكسدة، بتخلص كمان والتخلص من الشقوق الحرة المدمرة لخلايا الجسم، وكمان نسبة كبيرة في جسم المريض السكر. أثبتت الدراسات العلمية الهيستولوجية من خلال البحث أن ورق الجوافة له دور وقائي مهم في حماية أنسجة وخلايا الكبد والكلى والبنكرياس من السموم. أوضحت كمان دكتورة منال رمضان أن مستخلص ورق الجوافة بيحمي كرات الدم الحمراء وبيساعد على الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين بالدم عند مرضى السكر، وكمان يعني مستوى اليوريا وإنزيم الكرياتين بالدم. هنلاقي كمان أنه بيقي من الخمول وتليف الكبد، وأثبتت الدراسة أنه بيحافظ على إنزيمات الكبد في المستوى الطبيعي بتاعها. فصل الشتاء الحقيقة بيعاني فيه معظم الناس من نزلات البرد الكتيرة اللي بتتكرر، ويمكن ناس كتيرة بتتهم المناعة وتقولك أنا بتعرض لبرد كتير، كتروا من الجوافة لأن الجوافة مهمة جدا. الناس اللي بتتردد على صيدليات كتير وتجيب أدوية كتير وبتدفع فيها مبالغ وقدرها، الجوافة بس اللي مش مكلفة، وأي حد معاه إمكانيات أو مش معاه يجيب جوافة هيتخلص من أدوار البرد. كمان فيها وقاية، لأن الوقاية دايما عارفين خيره من العلاج للعديد من المشاكل المرضية، أفضل تحسين للجسم عن طريق الجوافة. هنقول إن فيها 4 أضعاف البرتقان من فيتامين جيم، وكمان بتلجأ ليها شركات الأدوية كمستحضر دوائي لنزلات البرد. اذا احنا نجيب الفاكهة الطبيعية وناكلها بطبيعتها احسن 100 مرة من اي حاجة داخل فيها صناعة. لو اتكلمنا عن العسل، لا العسل مع الجوافة مع غلي الاوراق بتاعتها مفيد جدا. الوصاية الطبية اللي ليها اهمية ينبغي الحرص على عدم تقشير الجوافة، دايما نأكد على عدم تقشير الجوافة. اللب طبعا اللب اللي جوه الجوافة بيبقى مهم جدا، اللي هو اللحاء اللي هو اللي بعد القشر على طول، لكن البذور اللي جوه الجوافة دي بينصح بعدم تناولها. مهم جدا كمان لمرضى السكر لانه في نسبة قليلة من السكر وبيسهم في تخفيض الكوليسترول. خلصت معاكم حلقتنا النهاردة وكلامنا عن فوائد الجوافة اللي ملهاش حصر ولا نهاية، يا رب تكونوا استفدتوا منها. إلى ألقاكم في لقاء جديد، وأعرف معانا، استودعكم ونعمة الله وأمنه.